السلام عليكم. احنا الان في ارض الشماعية، اليوم الثاني من الاقصائيات ديال البطوله ديال دار السلام. اليوم غادي عشنا اطوار مع السراب ديال الاقليم الاسفي، وبعد قليل غنطلق السراب ديال الاقليم اليوسفيه. معنا الاستاذ مصطفى حمزه، متخصص في التاريخ الجهوي والمحلي، باحث حاصل على الاجازه في التاريخ. سي مصطفى حمزه، هناك مجموعه من الاخطاء ومن المغالطات اللي تتروج في المواقع التواصل الاجتماعي، في المرابر الاخباريه. الناس كما كتفصلش ما بين مدرسه الامراء وما بين الطريقه الناصريه. بغيت نسولك واحد السؤال محدد باش ننوروا المتلقي. المدرسه الحمريه للرمايه وركوب الخيل، كيف تاسست ومتى تاسست واين كانت نشاتها وما هي فروعها وكل ما يتصل بالمدرسه الحمريه للرمايه؟ ولكم الكلمه سي مصطفى. للتوضيح فقط، هناك يعني فرق ما بين مدرسة الرماية الحمرية، مدرسة الرماية الحمرية ومدرسة الأمراء العلوي، لا من حيث التأسيس ولا من حيث المهام. إذن الأساسي الآن بالنسبة لمدرسة الأمراء هي أسست في أواخر القرن الثامن عشر على يد سيدي محمد بن عبد الله، بينما المدرسة الحمرية للرماية فهي أسست في القرن السادس عشر على يد الأخوين سيدي سعيد وسيدي علي أبناء نصر الحمري، وهما من تلامذة الشيخ سيدي أحمد موسى، ومعنى ذلك أنهم يشكلون امتداد لمدرسة تزروالت الموجودة في الجنوب. إذن التأسيس كان خلال القرن السادس عشر على يد سيدي سعيد وسيدي علي أبناء نصر الحمري، وكان في منطقة شيشاوة، قرب من منطقة شيشاوة. إذن هذيك المناطق كانت تابعة لقبيلة حمر، إذن زاوية النواصر هي التي تأسست في هذه المدرسة. ثم من بعد هذه المدرسة التي أسست لأسباب كانت أساسية، السبب الأساسي الأول وهو المتعلق بالغزو الإيبيري، غزو الإسبان والبرتغال للسواحل المغربية ومحاولتهم التوغل نحو الداخل وظهور بعض القوى لمواجهتهم، وكانت من بينها هي المدرسة الحمرية التي بدأت تدرب الناس من أجل مواجهة هذا الغزو الأجنبي. وثانيا لا ننسى بأن هذه المنطقة هذه كان فيها ما يسمى ب غزو برغواطي قبل في الصابي، وهذا البرغواطي ادى لواحد انحرافات في الى اخره. لذلك وجود هذه المدرسه كان اولا لتثبيت الشعائر الاسلاميه، وثانيا انه لمحاربه التوغل البرتغالي والاسباني داخل هذه المنطقه. ولكن فيما بعد ستتمدد داخل هذا المجال الجغرافي، ستتمدد في كل من زاوية النعيمي، ستتمدد الزاوية الخنوفة، زاوية سيد رحمون، في زاوية قبوب عرين. إذن لذلك ستصبح عبارة هذه كلها عبارة عن مراكز، وداخل هذه المراكز هي أين كان يتعلم الناس الرماية وركوب الخيل في البداية، وعلى الأساس الرماية لأن هذه المنطقة كانت منطقة غابوية. نعم. وكان يوجد فيها الوحش بكثرة، ولذلك الإنسان كان يقتات من هذا. إذن فهو العمل ليقتات الإنسان، وثانيا ليدافع عن أنه. لذلك عندما نتحدث عن هذه المدرسة فنحن نتحدث عن قيم، نتحدث عن طريقة، ومن بينها هي الطريقة الناصرية، لأن الطريقة الناصرية هي كذلك تعتبر امتداد لمنطقة لزاوية تمقروت بالجنوب، وأن يعني المتصوف الأول الذي دخل إلى هذه المنطقة هو سيدي محمد بوسونة. إذن هذا سيدي محمد بوسونة الذي يوجد طارحه الآن بالقرب من في عريد، يوجد في عريد، هو من عمل إلى نشر تصوف الناصري. ولذلك الطريقة المعروفة الآن الناصرية مأخوذة من القرآن ومأخوذة من السنة، ولذلك حتى في التدريب يعني تعليم الإنسان للرماية أول سؤال كان يطرح عليه هل يصلي؟ نعم. وهل يؤدي شعائر الدينية؟ وإذا لم يقبل بأن يتعلم الصلاة فهو لا يتعلم، لن يتعلم الرماية. نعم. وهذا التعليم قلت أنه كان يتم عبر مراحل وعبر يعني فترات زمنية.
ففي البداية كان يتم تعليم الإنسان مثلا ركوب الخيل بدون سرج. بدون سرج. وهذا تنقولوا في ثقافة ركوب الخيل باللاطي. اركب. ثم بعد ذلك إذن يتعود على وضع السرج ثم الركوب إلى آخره ثم مطاردة الوحيش إلى آخره. إذن هذا كيتم عبر مراحل. ونفس الشيء كذلك بالنسبة للرماية. فالرماية هي كذلك كانت تتم عبر مراحل، يضعون الأوشارات بالقرب منه ثم يبعدون عن إلى آخره. إذن هالثقافة اللي كنلاحظوا إحنا هي ثقافة دينية بالأساس ومتشبتة بالسنة. متشبتة بالسنة، ولذلك نطلق على دائما الطريقة الناصرية، وكتبقى الطريقة ديال اللعب، يعني اللعب، وهي الطريقة اللي سائدة في كل هذه المنطقة الجنوب وما في منطقة الحوز بصفة عامة بأكملها. يعني الحركات الآن بغي ندخلوا الحركات ديال الطريقة الناصرية. هذيك الحركة من الرفعة والخطة والقرناط والتشميشة ولا هذه. إذن هذا سلوك ولكن مرتبط بواحد الزي، مرتبط بواحد اللباس اللي هو لباس. ممكن تفتح المتلقي اشنو نوع اللباس ديال الفارس اللي كيمارس الطريقة الناصرية؟ اللي كيمارسوا الممارسون للطريقة الناصرية وفي كل هذه المنطقة بطبيعة الحال، منطقة لأنها منطقة ديال التعايش. نعم. ومنطقة اللي ظهرت فيها هذه المدرسة واللي كان لها امتداد، لأن الكل كان يأتي. لا ننسى أنه مثلا القائد بن عيسى، عيسى بن عمر، أنه من الناس اللي تدربوا هنا. أكيد. وواحد العدد من الجيوش، الجيوش السلطانية تدربت هنايا، بعض الأمراء تدربوا هنايا. إذا تدربوا، إذا لذلك لها واحد الامتداد ولها واحد القوة، واللباس اللي كان كيتلبس كان كيدار السلام. نعم. كيدار جلابة بيضاء، كيدار التماك، وكيدار يعني الخنجر، وكيدار دليل الخيرات. إذا ما يعبر عن طبيعة الإنسان وعن علاقته إلى آخره، لأن الطبيعة حتى هي في ذاتها هي مساهمة في هذا النوع من اللباس. ولذلك الحفاظ على هذه الطريقة هو حفاظ على واحد التراث اللي خاصنا احنا نعتزوا به ونهتموا به، خاصة وأن له امتدادات منذ القرن السادس عشر إلى الفترة الحالية. هذه راه فترة زمنية مهمة وفترة زمنية اللي كان لها واحد تأثير، ماشي على التأثير في المنطقة ديال الحمر ولكن تأثير في كل المناطق المحيطة بها. ولذلك نجد الجميع يلعبوا الآن بالطريقة الناصرية، أو ممكن من واد مربع إلى الجنوب ديالو نعتبرها كلها تلعب بالطريقة الناصرية، امتداد لطريقة سيدي أحمد وموسى. شكرا. بالنسبة لمدرسة الأمراء العلويين الموجودة الآن بمدينة الشماعية والتي حظيت بأنها صنفت ضمن التراث الوطني هذه السنة، فهذه تأسيسها جاء لأسباب. السبب الأول وهو رغبة السلطان سيدي محمد بن عبد الله في تربية أبنائه تربية جديدة وبعيدة عن تربية المدن، لأن تربية المدن كانت تنمي ما يسمى بالطموحات السياسية، وهذا ما لوحظ من خلال يعني التمردات التي قام بها ليزيد ابن ليزيد ضد والده. ثم أن هذه المدرسة أتت كذلك لكون السلطان كان في إحدى يعني الحركات وقام بجولة ليلية داخل هذه المنطقة، فوجد فقيها يدرس يعني الأطفال القرآن الكريم، ولكن يدرسهم بطريقة يعني جيدة، وبالتالي فهو ملم بالشروع إلى آخره، فرغب أن يتعلم أبناؤه هنا، لأنه أعجب بالفقيه وأعجب بطريقته وبأسلوبه. يقولون أنه ينتمي إلى أسرة بندو، ينتمي إلى أسرة بندو. هذا الفقيه هو الذي سيعينه فيما بعد قائدا على المنطقة، نظرا لهذا ما يتوفر عليه من إمكانيات. ثم الجميل في يعني التراث اللامادي ديال تبوريده هو انه الشعبي،
ورعاوي ومرتبط بالبادية. ما يمكنش دابا ما تدخلش لشي شي شي خزانة ديال المقدم وما غتلقاش بأن الفرسان مريحين مجمعين والضيوف كذلك على واحد الصينية ديال الأتاي وتيجمعوا تيتبادلوا الآراء. أنا في تيكمن اللمة ديال التبوريدة واللمة ديال الفرسان وهاد الطقس وهاد التقاليد والعادات هي اللي كتخلي داك التضامن وداك التواصل وداك يعني حتى من المشاكل ديال المجتمع تتحل حتى من يعني كل ما يتعلق بالإنسان والمجال كيتناقش داخل الوطاق والوطاق ولا المجمع ديال الخيل هو مجمع ديال الخير ومجمع ديال الإنسانية وديال حب الخير للآخر. بمعنى أنه اليوم هاد التراكم ديال المهرجانات وديال المنافسات ديال التوريدة ما كتزيد إلا تكرس هاد القيم وتتواجه القيم الأخرى النقيدة لها. فالتبوريدة اليوم هي واحد التراث اللي خاصنا دائما نردوا ليه البال، ما تيبغيش المفهوم الملاغة، ما تيبغيش التحربيات، ما تيبغيش يعني قلة الحياة. فالتبوريدة ملي كيكونوا الناس مجمعين على برا ديالتي مع البردية ومع الفرسان ومع مقدم اللي هو شيخ ديال الربق فيجب أن يسود الاحترام. وهذا الشيء باقيين تنشوفوه رغم أنه كاين بعض الشوائب وكاين مجموعة من المؤاخذات. فاللي يمكن لي نقول لك اليوم انه الحمد لله حققنا واحد المطلب من خلال الترافع ديال الصحافه الحقيقيه، من خلال المدونين الحقيقيين، من خلال صناع المحتوى الحقيقي، من خلال المؤرخين كذلك اللي كينبشوا في هذه المسائل. اليوم انه الجامعه والشركه المغربيه للتشجيع الفرس خلصوا ديال انه خصنا نبنيو 12 ملعب ب 12 جهه، ما غاديش نبقاو نشوفوا في كل خطره نتحولوا من محرك لمحرك، مثلا غنجيو لجهه مراكش اسفي ممكن يتختار ملعب بمواصفات بحال كاع في دار السلام ولا في معرض الفرس، فيه المرافق الاقتصاديه، المرافق الاجتماعيه، فيه المرافق الصحيه، فيه المدرجات فين نضمنوا الكرامه ديال الجمهور، فيه كذلك الصانع التقليدي اللي كيعرض المنتوجات ديالو. هذا هو المغرب اليوم اللي تيحقق مفهوم التراث اللامادي، لانه الان مرصودين حنا حاضينا المؤسسات كلها المسؤوله عالميا بين اليونسكو واش فعلا نحن نتدرج للرقي بهذا الجانب ديال التبوريده. فالخيل والبارود هما اللي كيقدروا يجمعوا هذه الكثافه ديال الجمهور. كيف شفنا في الشماعيه انا تلاقيت صدفه بمجموعه ديال المقادم من الدار البيضاء، من الشاويه، من خريبكه، من اسفي، من جميع مراكش، من صويره، من سيد المختار، من شيشاوه. هذا الحوض على جينا الناس لانه تيعرفوا هذا هو المغرب الحقيقي وهذه هي التمغربيت. ملي كان التمغربيت شنو هي ملي نقدم تيكون ضحك ومع الفرسان والخيمه مستقبله واحد 2000 ديال الناس وتيوكلهم وتيضيفهم. هذا هو المغرب، ماشي المغرب ديال الفردانيه وديال دافع على راسك انت وهذا يدافع على راسه. اليوم هذه هي الدروس اللي كتنبثق من التبوريده. التبوريده فيها مفهوم درس ديال مفهوم القياده الجماعيه، مفهوم الاب الراعي اللي هو المقدم والفرسان اللي هما كتيبه عسكريه اللي خصهم ينضبطوا ليه، هذا الشيء هو اللي خصو يبقى. بالتالي اليوم الا ما حافظناش على اللباس ديالنا، انا شخصيا لا اتفق مع ان فارس حمري يلبس اني قفطان صفار ولا بمليموني ولا اخضر، لا خصو يلبس اللباس الحقيقي ديال القبيله وديال المنطقه ديالو اللي هو الجلابه بيضاء والعمامه بيضاء والسلام والخنجر. حتى السيف فيه نقاش اليوم، السيف فيه نقاش. السيف كنت كنناقشوا انا والسي حمزه مصطفى، السيف كان بان قبل ما يبان البارود، هو كي ملي بان البارود وكاين الخنجر، علاش ما نديروش الخنجر والدليل وهذا؟ انا لا انقص ولكن اريد ان احافظ على الصناعه التقليديه وكل ما يرتبط بلوازم تبوريده باش ما نحرفوش. الشرج اليوم راه تصنتت لنا الجامعه من خلال الكتابات ولا صوريك، ما غيبقاش الشرج العميري اللي عالي واللي كيتسبب في مشاكل وكيتسبب في السقوط ديال الفرسان. إذا حنا غاديين من الأحسن الأجود ونتمنى أن الأمور تمشي على خير وبخير. وهنيئا لقبيلة حمر، وكنبغي نوجه واحد التحية خاصة للسيد عامل الإقليم اليوسفية، رجل مثقف، رجل حريص على أن يكون هذا الشيء، هذا المجمع بين مجمع ديال الخيل ومجمع ديال التنافس وديال هذه الأرض الطيبة. وشكرا لكم، شكرا للخيالة وللفرسان.